المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة. وشكرا لكم. السلام الله عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات للجمال مع إلهام. وصفة اليوم إن شاء الله ستكون وصفة مختصة لتنظيف القولون، وإن شاء الله تنزل من كل شخص جرب هذه الوصفة، يعني الفضلات الكريهة والإمساك غادي يختفي وإن شاء الله وغادي تخف بطن اي شخص جرب هاد لاغوسيت هادي. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم تستافدوا منها سواء بالقليل او بالكثير، المهم هو الاستفاده اكيد. قبل ما نمشيو نتعرفوا على مكونات الوصفه، فنبغي نرحب بالناس الجدد او القدوم في القناه، مرحبا بالكل. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا هاد القناه وكتشاهدوا هاد الفيديو، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو، وايضا تضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، وتخليوا لينا التعليقات ديالكم، يعني تفعلوا في ما امكن في تخانه التعليقات، وتخليوا لنا الوصفات ديالكم الطبيعيه. الا كانت عندكم اي وصفه بغيتوا تشاركوها معنا فمرحبا بها، وبسم الله على بركه الله. نمشيو باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه، طريقه تحضيرها واستخدامها ايضا. غادي نبدا على بركه الله باول مكون غادي نحتاجوا ليه في هذه الوصفه. فقبل ما نبدا صراحه، بالنسبه للمكونات ديال هاد لاغوسيت كلهم اعشاب طبيعيه رائعين جدا، لا بالنسبه يعني لتنظيف القولون، لا بالنسبه للذات، فكيخلصونا من السموم، كيخلصونا من الرائحه الكريهه اللي كتكون بعض المرات يعني في الذات ديالنا داخليا. فكل هاد الاشياء ان شاء الله غادي نتخلصوا منها. اول مكون كما سبق لي وذكرت هو زريعه الكتان، فغادي تاخذوا منها كميه مناسبه وغادي تطحنوها، يعني ما غنستخدموهاش حبوب، فغادي نستخدموها مطحونه بهذا الشكل. غادي نحتاجو لتاني مكون اللي هو الزعتر المطحون ايضا، فكتاخدو الزعتر المجفف ومن بعد كطحنوه وكيصبح بهذا الشكل. خديت انا كميه ديال ملعقه واحده فقط. وغادي نحتاجو لثالث مكون اللي هو النافع، النافع حتى هو البنات ولا ارواح، بخصوص تنظيف القولون. وكل المكونات اللي عندي في هاد لاغوسيت هي عباره عن بودره، يعني وصفه اليوم غادي يعني هي وصفه عباره عن وصفه للاكل، يعني ليست وصفه عباره عن محلول او مشروب، وانما وصفه للاكل، يعني وصفه اللي غادي ناكلوها ان شاء الله. بالنسبه لرابع مكون غادي نحتاجوا ليه في هاد الوصفه، يعني باش غنخلطوا هاد ثلاثه ديال العناصر اللي عندنا، هو العسل. انا اختاريت العسل، ممكن تختاروا اليوغورت او الزبادي حتى هو رائع جدا، ولكن انا اختاريت لكم العسل لانه حلو. فالاغلبيه ديال الاشخاص اللي غيجربوا هاد الوصفه فغيكونوا كيبغيو الحلاوه، الا الناس اللي ما باغينش يستخدموا العسل فغادي تلجؤوا اليوغورت او الزبادي. فهادو هما كل العناصر اللي غنحتاجو. كما سبق لي وذكرت وصفه سهله بسيطه بمكونات يعني متوفره في كل بيت، حتى وان ما كانتش متوفره عندكم، فيعني عند اقرب عشاب ولا عند اقرب عطار غادي تاخذوا هاد المكونات. فندوزو الان لطريقه تحضيرها واستخدامها واستعمالها ايضا. فبسم الله غادي ناخذ اناء فارغ ونضيفو يعني الكميه اللي غادي تناسبنا. فانا ضفت جوج المعالق من زريعه الكتان، غادي نضيف ايضا جوج المعالق من النافع، وغادي نضيف الكميه ديال الزعتر كامله لانه ما عنديش كميه كثيره، كما قلت لكم ملعقه واحده اللي استخدمت من الزعتر المجفف المطحون. وغادي نحاولوا نخلطوا يعني هاد المكونات الجافه، عاد من بعد نضيفوا لهم العسل او الزبادي. من بعد غادي ناخذوا العسل، ملعقة أولى وملعقة تانية، يعني جوج المعالق. من بعد غادي نزيد نضيف ملعقه اخرى،
والوصفه بالتالي كتصبح جاهزه للاستخدام. هانتوما يعني وصفه ولا اروع، نتوما اللي كتحكموا في القوام ديالها، سواء يكون عقد او يكون متوسط او سائل نوعا ما. فبعد ما كتصبح بهذا الشكل هذا فهي كتصبح جاهزه للاستخدام. بالنسبه للطريقه ديال الاكل ديالها، فكناخذوا جوج المعالق او ملعقه واحده على حسب القدره ديال كل شخص جرب هذه الوصفه. فكناخذوا ملعقه او ملعقتين وكنتناولهم صباحا قبل الفطور على الريق مباشره بعد الاستيقاظ. كناخذوا ملعقه او ملعقتين في اليوم لمده ديال 4 ديال الايام او 3 ديال الايام، يعني كنداوموا عليها يوم ورا يوم، يعني 3 ديال الايام متتاليه او 4 ديال الايام على التوالي حتى كنحسوا بالنتيجه وبالعلاج. بالنسبه لهاد لاغوسيت ان فو تحسوا بالنتيجه المطلوبه فكتحبسوها حتى كتعودوا تحسوا بالمشكل رجع، عاد من بعد كتعودوا تكرروا الوصفه. واي وصفه طبيعيه يجب المداومه عليها باش هكذا تحصلوا على افضل واحسن نتائج باذن الله تعالى. وكانت هذه هي وصفه ديال اليوم، نتمنى انها نالت الاعجاب ديالكم. ووصفه اليوم الناس اللي غادي يسالوني في التعليق واش ممكن الاحتفاظ بها، فانا من الاحسن او يفضل انكم ما تحتفظوش بها، كل نهار تستخدموا وصفه جديده بمكونات اللي هي بسيطة جدا. وكما شفتوا الطريقة راه سهلة مهلة بسيطة خطوة بخطوة، يعني عملناها مباشرة أمامكم، يعني سهلة مهلة. فحاولوا تعملوا كمية محدودة باش هكذا ما ترميوهاش وما تضيعوهاش في نفس الوقت. فنبغي نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتضغطوا على زر الجرس باش تبقاو تفرجوا في كل ما هو جديد أو كل فيديو ينزل في القناة جديد إن شاء الله. وضغطوا على زر الجرس، تعملوا بيج لايك، ومواعيدي معكم تجدد ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله تعالى.